بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ معكم زايد في لعبة Overwatch وفي سلسلة أخبار Overwatch. أوكي، للي ما شاف الفيديو السابق حقي عن أخبار Overwatch حق سومبرا، فغالب إنه ما بيفهم شيء في الفيديو. أوكي، في الفيديو الأخير حقي وصلنا عند دخول الإيميل حق lumerica.mx. يوم تسجل اليوزر نيم والباسورد بتدخل على الإيميل، وهذا الإيميل في له كذا أكثر من رسالة، لكن في رسالة مثير للاهتمام وهي هذه، ومكتوب فيها: كيف الحال يا غونزو؟ هل تستطيع أن تذهب إلى هذا الموقع https://president-bypass؟ لأن ويليام مفروض هو اللي يروح على هذه الصفحة. وبعدين في كذا كلام يعني مو بمهم، لكن المهم يوم تدخل على هذا الموقع بيقول لك access denied، اللي هي عدم السماح، يعني ممنوع أنك تدخل الصفحة. لكن لو سويت view page source بيطلع لك كلام كثير، من ضمن هالكلام اللي في النص بيطلع لك كلمة President of Bypass Revision dot get. أوكي، في ناس قدروا يسوون حركة مرة خطيرة لدرجة إنهم قدروا يجيبون اليوزر نيم والباسورد لرئيس شركة لوميركو من هذه الكلمة. أوكي، طبعًا قدروا يجيبون اليوزر نيم والباسورد بسبب موقع جيت هوب، لأن هذه كلمة President of Bypass Revision dot get هي اللي ساعدتهم إنهم يجيبون اليوزر نيم والباسورد من موقع جيت هوب. اوكي، الباسورد اللي وريتكم اياه قبل شوي، هذا اكثر الناس قالوا ان هذا باسورد يعني مو بحقيقي، يعني ما في باسورد نفس كذي، هذا شفره. فيوم فكوا الشفره طلع لهم هذه الكلام، وهذا الكلام هو الباسورد الحقيقي لرئيس شركه لوميركو. فيوم تسجل دخولك بتحصل نفس الشيء، ايميلات نفس ما سوينا على جي فلورس. فمن ضمن هالايميلات في رساله لسومبرا واللي هي هذه، وتقول فيها سومبرا: استطعت أن أرى التسلل إلى هذا الإيميل، لا تقلقوا هم لن يروا الإيميل، لقد استطعت أن أختبئ إذا اتصلت به في أحد الـ IP addresses المعروفين. أحتاج إلى مزيد من الوقت لتجميع مجموعة البروتوكولات القادمة، ابقى معنا الأسبوع القادم، سأأخذ بعض الأشياء من إيميلاتهم وأفضحهم لنرى كيف سيتعاملون الإعلام معهم. أوكي، في هذه الرسالة سومبرا قالت انتظرونا الأسبوع القادم عشان تفضح شركة لوميركو، وهذا أكيد أن سومبرا بتنزل 1 نوفمبر، أنا متأكد من هذا الشيء، لأن البلسكون بيبدأ في 1 نوفمبر. وبس هنا خلصنا من الخبر. أتمنى أن أعجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والسبسكرايب ليوصل لكم الجديد. كان معكم زايد ومع السلامة.